زيارة أبي عبد الله الحسين المختصرة في هذه الليلة. إذا شئت النجاة فزايا يا حسين يا غدا يا غدا يا تلقى الإله يا قرير عيني فحاش النار أن تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنيا مولاي أبي عبد الله الحسين زيارة مني ونيابة عن والدي ووالد والدي وأخواتي وأخواني وجيراني وأصدقائي وخصوصا من قلدنا الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة يا سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا مولاي أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا يا حتى أتاك اليقين. أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خايب من افترايا. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك ونحن في هذه الليلة ليلة القدر، أتيتك أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربي فاشفع لي فاشفع لي عند ربي
ثم انكب على القبر وقبله وضع خدك عليه ثم انحرف إلى عند الرأس. السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه، صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر، وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته. لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب الأليم. ثم زر الشهداء منحرفا من عند الرجلين إلى القبلة فقل السلام عليكم أيها الصديقون، السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون، أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين، أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون، فجزاكم الله عن الإسلام وأهلي أفضل جزاء المحسنين، وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. وآخر الختام، ثم امضي إلى مشهد العباس قطيع الكفين ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، أشهد أنك قد جاءت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وألحقهم بدرك الجحيم، ولا جعل الله بآخر العهد لزيارتكم ساداتي وموالية، ورحمة الله وبركاته. وأفلح من صلى على محمد وآله الطاهرين.